والله التعاون يعني لا زال يستنزف قواه، طبعا مبروك له التأهل لدور 16، ولكن لا زال يستنزف قواه من الأسبوع الماضي. لعب الأربعاء الماضي مع الخالدية أو الخوالد في البحرين، فريق البحرين، الخالدية في البحرين، بعدين السبت لعب مع الشباب أو الأحد لعب مع الشباب في الرياض، واليوم لعب مع أبها في أبها الله يعينه، وعنده مباراة يوم السبت الجاي الظاهر في الدوري. ف يعني وضعه جدا صعب، وما عنده العدة والعتاد الكافية لهذا الجهد وهذه التنقلات والسفر وعدد اللاعبين، إضافة إلى صعوبة التنقلات عنده بحكم أنه في بريدة، مو مثلا في الرياض أو في جدة أسهل في التنقل إلى المباريات الخارجية. الله يعينهم. أنا ودي في التعاون أنه يروح لأبعد نقطة في آسيا، ولكن ويعني مجموعته تساعد إن شاء الله، فوزه على الخالدية خارج أرضه برضه ساعده، لكن واضح أنه قاعد يستنزف قواه. أتمنى أنه يصل إلى 5 أكتوبر اللي هو التوقف الدولي وهو يعني متماسك، عشان العشر أيام أو 11 يوم هذه تعطيه فترة أنه يقدر يرتاح نوعا ما. أبها طبعا لعب وفق إمكانياته، كلنا نعرف إمكانيات أبها المادية الصعبة والحالة الفنية اللي عنده الصعبة، عودة مدربه القديم إليه مرة أخرى، الفريق ما سجل ولا عزز تعزيزات كبيرة، ومع ذلك قدر يلعب مع التعاون الند للند إلى الوقت الضايع وعدل النتيجة في الوقت الإضافي. فرق الفروقات طبعا الفنية لصالح التعاون، مبروك للتعاون وهارد لك إن شاء الله الأبهى اللي نتمنى نشوفه في الدوري الممتاز العام القادم.